فضيحة حقيقية تلك التي وقفنا عليها بالملحق البلدي بوعتشاون ببلدية فيزديس، قرية بدون روح، منشآت الدولة مهجورة وغياب تام لمظاهر التنمية. بعد اليوم صورني انا نحل بالباكيه من دوب البلد. شوف دف الساعه شو الساعه؟ الساعتين وقت الخدمه وقت الدوام. ما كاش لي مضات رئيس البلديه ولا المجلس، ما كان حتى واحد غير الكاشير. لا هنا لا لا عندهم، حتى عندهم هذه درتها البارح في البلديه عندهم ما كاش لي سني، وانا ما عندناش خلاصني هاي. هاك شو واحد يعطيك نقمه يقول لك روح ما كاش لي سني لك. حال دار الشباب ليس باحسن حال من الملحق البلدي، والمشاهد تعبر عن نفسها. هذه مش كاين هنا دار الشباب، هذه دار الشباب، هي دار الشباب. صوت الله يا صوت الله. الشباب واش جدير جيه لك يجيو رقمها، عندها تيليكوموند وعندها تلفزيون دي متاحه. شفت هذه دار الشباب حاطينها باللي تخدم كلش فيها، لي ميكرو فيها، طابي فيها، نديروا فيها الكراتي جيتو، وكل عام عندها بيلجي تاعها يمشي، ولكن ما كان والو. شفت بعينك وكانت تروح تقسم محطوطه عندهم في البيروت باللي كلش تاعها ويمشي نورمال عادي. وهاك تشوف هاي حابسه عليه جدي، مات عليه جدي، مات عليه جدي، هما يتمسخروا به الاعلام. المواطنون ذاقوا ذرعا من الأوضاع السيئة التي يتخبطون فيها، ما دفعهم للخروج في وقفة سلمية جعلت من رئيس دائرة باتنا يقف على الأوضاع في معاينة ميدانية. هذا غير مقبول، غير مقبول تماما، غير مقبول. منشاة خسرت عليها الدولة أموال وتقعد بوه مهلا كيما هكا، غير مقبول. ما يسلكوش مع ربي وما يسلكوش معنا إن شاء الله، إن شاء الله. لأن هذو خانوا شباب وخانوا الدولة اللي وفرت لهم هذا المكان. درت فيهم ثقة ماشي فيهم بلافون، درت فيهم ثقة، ولكن اللي تسبب فيها ماهوش في المستوى. وبربي يخلص مع ربي ويخلص مع العبد إن شاء الله. شلل منشآت الدولة مشكلة تضاف لقائمة طويلة من النقائص التي أرهقت كاهل السكان. فالمياه الشروب أصبحت حلما صعب المنال، وتعبيد الطرقات في خبر كان. فيا ترى ماذا تخبئ باقي الأيام لهؤلاء السكان؟